منذ عودته من المنفى الاختياري تحركت الدعاوى القضائية ضد مشرف الذي وعد مناصري حزبه بالمشاركة في الانتخابات قبل أن يتم استبعاده منها. ويحتجز الرئيس الباكستاني السابق في مزرعته بالقرب من إسلام أباد وسط حماية أمنية مشددة، بينما يواصل محامه الدفاع عنه أمام القضاء. من المؤسف أن يتعرض زعيم حزب سياسي لهذه المضايقات القانونية، لذا لجأنا إلى القضاء، وكل أعضاء الحزب يتابعون أطوار القضية. أعتقد أن لجنة الانتخابات سوف تتابع القضية ما دامت تسعى إلى تنظيم انتخابات نزيهة. يعارض أنصار مشرف اعتقاله والتحقيق معه دون تقديم أدلة لإدانته، بينما يرى خصومه أن عودته للبلاد هي فرصة لمساءلته بشأن العديد من القضايا، أبرزها احتجاز قضاة بشكل غير قانوني وتعطيل الدستور لمرتين أثناء سنوات حكمه. يجب منح مشرف المجال للدفاع عن نفسه والمشاركة أيضا في الانتخابات المقبلة. مشرف لم يكن وفيا لباكستان، لذا يجب على حزبه التخلي عن مساندته. وترجح أوساط سياسية أن تحتدم المنافسة في الانتخابات المقررة في 11 مايو القادم بين حزب الشعب الباكستاني وحزب رابطة الإسلامية جناح نواز شريف، مستبعدة أن يفوز حزب مشرف بأي مقعد. رغم أن حظوظه في المنافسة في الانتخابات القادمة تبقى ضعيفة، يسعى مرشحو حزب الرابطة الإسلامية لكل باكستان إلى خوض تلك الانتخابات وانتظار حكم القضاء بشأن الاتهامات الموجهة إلى زعيم حزب بارفيز مشرف في تلك القضايا. سعاد رودي، سكاي نيوز عربية، إسلام أباد.